استطلاعنا وموضوعنا وسالفتنا على 56، والستة وخمسين ما سولف لكم عليها بعد، انتم تدرون، لكن نتيجة الظروف المتقلبة، حروب وإرهاب وتردي ظروف المعيشة وغياب المتابعة وضعف الجهاز الأمني، ظهر هذا الوباء واستفحل عند ضعاف النفوس اللي ما قدروا الصمود وصبروا وتعبوا حتى يأخذون اللي يريدونه. طبعا هم شو تريد العالم؟ أكو غير رقمة العيش؟ هي هاي رزق يوم وخبزة، على قولة واحد من أهلنا، سألته قلت لعمي شلونك؟ قال الدنيا حلوة ودافية. طبعا احنا سبيتين من البرد أبشركم، يعني استوديو بيست صوبات بس ما يخالف. الدنيا كلش دافية والنية كلش صافية وما أريد منها الله أبد غير الستر والعافية. بس الفكرة وين؟ الفكرة أنه بعض الناس ما تصبر حتى تأخذ لقمتها الحلال، هي هاي المصيبة. اختصروا الطريق وراحوا يتفننون بالتحايل على الناس الفقراء المغلوب على أمرهم، كان يزور أوراق رسمية أو يبيع لك حاجة منتهية صلاحيتها ويضيف أو ينقص من المادة، وأشكال وأنواع الأساليب الغير شرعية اللي ما أنزل الله بها من سلطان. كل هاي الأنواع، أنواع الحيل والأساليب سامعين بيها وشايفينها، والبعض منها يجوز طايحين بهيج سالفة. هسه يعني أنت ما مر بهيج مقلب؟ ما مشتغلينك الجماعة؟ 56 78 116 كيفك؟ شلون ما تحسبها حسبها. بس اليوم راح أعرض لكم أسلوب جديد أنا بالنسبة لي ما سمعت بي، ولو الله يطيني البصر وارجع اشوف ما اشوف مثله، فقط بالافلام والمسلسلات. انا بالنسبه لي تفاجأت، لانه كانت طريقه منظمه ومحبوكه على فكره ومدروسه من قبل افراد للتحايل على الناس. هسه انا ليش اشرح واطول بالشرح؟ خلينا نشوف الفيديو واحكم بنفسك. فنطلع خابرني مثلا اكو اليوم عمليه مثلا يقول لي بالعظميه، نطلع انا وخالد يخابرني يقول لي رحب هاي سياره جتك اياتها اضربها، اضرب انا السياره جامو مالته اضربها جابو مالته، فخالد لزم ايديه سيدي ويوقع، يوقف ابو السياره ياخذنا يسعفنا للمستشفى، من يسعفنا للمستشفى يجيني رايد وليد سيدي، فيتم بعدين برا سيدي يعني شلون فصلوها بيناتهم سيدي، فيصل يحكي ويا الرجال يقول له كذا مبلغ وان شاء الله احنا ما يكون الا خاطرك طيب، وهاي احنا اخونا نريد نسوي العمليه وهاي تمت هيك العمليه سيدي، وهذا خالد سيدي هيات هذا المكسور. قمنا ب 15 عمليه سيدي، واخر وحده قضت علينا مكافحه الجرائم الخضراء. خالد منو الكسر؟ انتم كاسلها؟ نعم سيدي احنا. ايدك هاي؟ كان خالد جوحي. ايه؟ ايه؟ كتب الاكرام قال لي تعال في ايدك هاي الفلوس 500 و300. ايه فلوس من شنو؟ من شنو فلوس؟ فلوس؟ يقول يكسر ايدك. ايه تكسر يكسر ايدك، كسرها ايدك. كسرها؟ يقول بس انت بس عليك توقع، ما عليك التلمية. بس خوف. عليك توقع التلمية. تمثل قدام السيارة واحد أنا. رجال كبير. ايه انت بس من وين جاي؟ لو رحاب، لو خالد. ايه؟ لو رايد. هو رايد شو يسوون؟ يضربون السيارة. ماشي. يضربون السيارة وانا هو وانا اروح على الرصيف، بس على الرصيف. قسما عليا. قسما عليا. مرات شي يسوي ابو علي يجي وياه ابو علي، مرات لا ما يجي وياه هيك، ياخذكم من المستشفى الرجال؟ اي من المستشفى تقفصون عليه ابو علي يحكي وياه، ما يصير ابو علي يحكي وياه ورايد يجي مرات. قبل ايش قد كسرها لك خالد؟ قبل ايش قد كسرها؟ شهر الطب سيدي. قبل شهر كسرها؟ لا لا هي شهر الطب هسه، هاي اخر كسره. قبل ايش قد كسرها؟ شلون كسرها؟ هي ضربان على السخان، ضربان على